حياكم الله مشاهدينا. التغطية من الإخبارية السورية مستمرة لرصد آخر التطورات الميدانية والسياسية. اليوم منذ ساعات الصباح خرجت الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم من حي الوعر تنفيذا لاتفاق المصالحة في الحي وتمهيدا لإخلائه من المسلحين والسلاح أيضا وعودة مؤسسات الدولة حي الوعر. ما أهمية عودة حي الوعر خالي من السلاح وعودته إلى الدولة؟ ما أهمية إخلاء حمص تماما من السلاح والمسلحين؟ هذه أسئلة تطرح على الدكتور وائل الإمام الأستاذ في جامعة دمشق. أيضا في الملف السياسي اجتماعات جنيف ما زالت مستمرة في اليوم الرابع، اجتماع وفد الجمهورية العربية السورية مع السيد رمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا، ما زال ساري الاجتماع وما زال الاجتماع مستمر حتى هذه اللحظة، ومن المقرر أن يكون هناك أيضا عدة اجتماعات في مبنى الأمم المتحدة في جنيف. أين ستصل هذه الاجتماعات؟ ما المأمول من جنيف الذي يجري الآن؟ هل سيوصلنا جنيف بنهاية المطاف إلى بدايات الحل السياسي على الأقل؟ كل هذه الأسئلة تطرح. ماذا يفعل السيد ستيفان ديمستورا في عمان؟ وهل هذه الزيارة لها تداعيات على مجريات الأحداث في جنيف؟ أسئلة كثيرة أيضا نطرحها على الدكتور وائل الإمام الأستاذ في جامعة دمشق. حياك الله دكتور وائل. مساء الخير أستاذ زياد لك وللسادة المشاهدين. نبدأ من الميدان دكتور وائل، وخروج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم من حي الوعر. هذه الخطوة تأتي في وقت يحقق فيه الجيش العربي السوري إنجازات في الميدان، وأيضا الفريق السياسي يحقق ما يحققه من صمود في جنيف. إذا أردنا أن نصنف أو نوصف ما يجري اليوم في حي الوعر ونضعه بين كل هذه الأحداث، ما مدى انعكاساته على الميدان؟ تحدثنا عن الإنجازات للجيش، وما مدى انعكاساته على طاولة جنيف اليوم؟ طبعا أنا برأيي المصالحات الوطنية هي جزء من الحل السياسي. نعم عفوا تفضل. عفوا فقط قبل أن نبدأ بالحوار حتى لا نقاطعك دكتور فضل. دعنا نستمع إلى مجريات أحداث اليوم من جنيف من موفدة الإخبارية السورية رنا إسماعيل لتطلعنا على آخر التطورات في جنيف. رنا، ما هي آخر التطورات لديك اليوم؟ نعم إياد، تحية لك ولضيفك في الاستوديو ولمشاهدي الإخبارية السورية. تطورات حتى هذه اللحظة إياد، كما قلنا هو المؤتمر اللقاء الذي يعقد والاجتماع الذي يعقد الآن، وما زال حتى هذه اللحظة من الساعة 12 صباحا بتوقيت جنيف حتى الآن وفد الجمهورية العربية السورية يلتقي برمزي عز الدين رمزي مساعد ديمستورا في طبعا لقاء هو الثالث رسميا في هذه الجولة من جنيف، بعد لقاءين جمع وفد الجمهورية العربية السورية مع ديمستورا قبل مغادرته جنيف ليتوجه إلى عمان، ثم يعود غدا ليستكمل هو بنفسه مجريات هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات التي تجري في جنيف إياد. نعم رنام، يعني أمس كانت المعلومات تفيد بأنه وفد معارضة الرياض رفض الورقة التي قدمها السيد ستيفان ديمستورا والتي تحمل السلل الأربعة للبدء بمحادثات جنيف أو للبدء بالبحث بهذه السلات. ما انعكاسات هذا الرفض على أروقة الأمم المتحدة لديك؟ ما هي الأصداء لهذا الموقف في مبنى الأمم المتحدة؟ حقيقة إياد، يعني هذا الموضوع بقي في إطار السري حتى تم تسريبه عبر وسائل إعلام حصلت على هذه الورقة. طبعا الرفض لم يكن بالأمس، وإنما كان الرفض يوم السبت في الوقت الذي تم أو قدمه ديمستورا أو قدم ديمستورا هذه الورقة في اجتماعه مع وفد معارضة الرياض. كان الرد الأولي هو رفض من قبل هؤلاء لتسلم هذه الورقة. بالأمس كان هناك اجتماعات مكثفة لوفد الرياض، بعد هذه الاجتماعات استلموا الورقة من ديمستورا إياد، طبعا بعد ربما تعليمات أتت إليهم الاجتماعات في مبنى الأمم المتحدة. كان أين جرت هذه الاجتماعات في مبنى الأمم المتحدة؟ لا ندري إذا كانت
هي اجتماعات ليس لا لا اياد اجتماعات طبعا بين اعضاء هذا الوفد وليس بين اعضاء هذا الوفد مع مع نعم. فيما بينهم ديمستورا او فريق ديمستورا نعم. اجتمعوا فيما بينهم تشاوروا ربما اخذوا التعليمات ربما لا ندري ولكن بالنتيجه كان هناك موافقه من قبلهم على استلام هذه الورقه. كل ما اقوله لك اياد الان طبعا ياتي ضمن تسريبات ويعني تسريبات و ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول هذا الموضوع. أيضا إعلام هؤلاء يتحدث عن هذه النقطة وعن هذه الجزئية وقال بأنه بالأمس كان هناك استلام لهذه الورقة التي تحوي بنود تفصيلية تحت كل سلة من السلال الأربع لكيفية مناقشة هذه السلال. الرفض إياد ربما يمكن أن نعزوه إلى تمسك هؤلاء تمسك وفد الرياض بالسلة التي أتوا للحديث عنها وهي الحكم الانتقالي حسب تسميتهم. هي الأولوية بالنسبة لهم إياد، لا يفكرون على ما يبدو بالشعب السوري لا بسلة الإرهاب الذي يتعرض له الشعب السوري كل يوم ولا بالتصعيد الذي يتعرض له الشعب السوري كل يوم. على العكس تماما، هناك ترحيب بما تقوم به المجموعات المسلحة تحت طبعا لواء جبهة النصرة ضد الشعب السوري. وأيضا لافت ذكره إياد بأنه وفد معارضة الرياض بالأمس في مؤتمره الصحفي وفي معرض الإجابة عن أحد الأسئلة كان قال وبالفم الملآن بأنه 90% من يشارك بالهجمات الإرهابية والتصعيد الإرهابي الذي تقوم به هذه المجموعات في دمشق وغيرها هم من معارضتهم التي يتبنونها. 10% طبعا لم يذكر بشكل مباشر وإنما يؤكد على أنه هم من جبهة النصرة، ما يؤكد ما كنا قد تحدثنا عنه سابقا بأنه هذه الهجمات هي تجري طبعا تحت لواء جبهة النصرة التي تنسق والتي انضمت لها هذه المجموعات التي تتبناها أو يتبناها وفد الرياض، ما يؤكد حقيقة خرق ومن فمهم حقيقة إياد يؤكد خرق هؤلاء. وكان العدد الكبير منهم قد شارك باجتماع أستنا وانضم إلى قرار وقف الأعمال القتالية، ما يؤكد من خلالهم وبلسانهم بأنهم خرقوا قرار وقف الأعمال القتالية وبأنهم يعملون مع جبهة النصرة وتحت لواء جبهة النصرة. في إجابته كان تأكيد واضح إياد لا مجال للنقاش فيه، قال بأنه 90% من هؤلاء هم من المجموعات المسلحة التي يتبنونها ويسمونها بالطريقة التي تحلو لهم مهما غيروا أسماءهم إياد، مهما حاولوا تغيير جلدتهم بالنهاية لا مفر، وحتى هم ذاتهم لا يستطيعون إلا التأكيد بأنهم مع خندق واحد وتحت لواء جبهة النصرة التي هي حقيقة إرهابية ومصنفة أمميا بأنها إرهابية. شكرا رنا اسماعيل مفادة الإخبارية السورية إلى جنيف، شكرا على كل هذه المعلومات. سنعود إليك رنا في حال ورود أي جديد. دكتور وائل، يعني كنا سألنا عن وضع المصالحات لكن هناك سؤال ملح مبني على ما قالته مفادة الإخبارية السورية، هو ما تفسيرك وما رؤيتك لهذه التصرفات التي يقوم بها وفد معارضة الرياض هناك في جنيف؟ لا، في الواقع لمجرد أنه يرفض ورقة ولا يريد الحوار فيها فهذا مرجعيته إلى أمرين. نعم. إما أن هؤلاء ضعاف جدا وغير قادرين على الحوار بشكل مباشر وليس لديهم الأدوات التي تمكنهم من الحوار القانوني مع وفد الجمهورية العربية السورية. ليش؟ لأنه لا أظن في أي حال من الأحوال أن الورقة التي قدمها وفد الجمهورية العربية السورية يجب أن تستند إلى الشرعية الدولية وإلى الدستور وإلى القوانين المحلية المتبعة داخل سوريا وقاعدة قانونية فقهية معروفة. إذا كان لدينا قانونا عاما وقانونا خاصا فيعطى الأولوية للقانون الخاص على القانون العام للتطبيق، وهذا الأمر مفاده أن الأولوية دائما لدستور الجمهورية العربية السورية وللقوانين السائدة في تلك الدولة. نعم. مع ذلك أقول وأنا متأكد على الرغم من أنني لم أقرأ الورقة التي قدمها وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري، ولكني على يقين كامل من خلال الخبراء الموجودين في فريق الوفد إلى جنيف 5 أكبر دليل على أن هذه الورقة كانت مكتملة الجوانب قانونية وتبحث في قضايا تهم الشارع السوري
وتهمه حصرا في موضوع مكافحة الإرهاب. نعم. هي النقطة الأولى. أو النقطة الثانية أنهم متورطون حتى رأسهم في موضوع الإرهاب وفي موضوع الهجمات الأخيرة التي حدثت على ريف حماة وعلى منطقة جوبر في دمشق، وكل هذه الهجمات الإرهابية أنهم متورطون، وهذا التورط يكسبهم أنهم غير قادرين على النقاش أو الحوار فيما يتعلق في سلة أو في بند مكافحة الإرهاب على الأرض. وأنا برأيي وفد الجمهورية العربية السورية عندما ذهب إلى هناك لديه أدلة دامغة وواضحة 100%، وأيضا أفلام مصورة عن طريق بعض الطائرات بدون طيار كيف كان يقوم بالهجوم الإرهابي على الأحياء السكنية بالقرب من شارع فارس الخوري في منطقة العباسين والتجارة. وبالتالي هم يعلمون تماما هذا الكم الكبير من التورط والتعاون ما بين التنظيمات الإرهابية وتنظيم الإرهابي لجبهة النصرة. الموضوع على لائحة الإرهاب الدولية كما قالت الزميلة رنا قبل قليل. فلذلك أنا لا أعول كثيرا على اجتماع جنيف 5، والسبب في ذلك أنهم توقعوا أن يدخلوا جنيف 5 وقد قام إرهابهم بالوصول إلى شيء على الأرض. وبما أنهم لم يصلوا إلى شيء على الأرض فإنهم سوف ينسحبون كما حصل في جنيف 4، وبالتالي موضوع البنود الأربعة والسلات الأربعة ومنها سلة مكافحة الإرهاب لن يستطيعوا البحث فيها. وكما أشارت أيضا الآنسة رنا في كلامها أنهم من خلال ما كان تواجدهم في أحد الفنادق قاموا بإجراء مجموعة من الاجتماعات وتواصلوا بمجموعة من الاتصالات. وحتى التصريح الذي قام به ممثل هذه الجمعية التنظيمات الإرهابية وهذه المعارضة الإرهابية لأنها لا تستطيع أن تناقش سلة الإرهاب، مشان هيك أنا بسميها معارضة إرهابية وهذا الوصف يأتي عليها. طيب. قال بأننا ندافع عن أنفسنا، فإذا كان يدافع عن نفسه فلماذا قمتم بالهجوم على أحد الأحياء السكنية، ولماذا قمتم بالهجوم على أحد الأماكن التي يتجمع فيها المدنيين وهو كراج العباسين حيث يتم ربط مدينة دمشق بباقي المحافظات من خلال هذا الكراج أو مركز انطلاق الباصات إلى بقية المحافظات. وبالتالي هذه الادعاءات الباطلة المجرمة التي تريدون من خلالها أن تبرروا إجرامكم وإرهابكم بحق الشعب السوري لا تنطلي علينا كشعب سوري، والجواب كان قاسما وواضحا من قبل الجيش العربي السوري الذي رد هذا الهجوم، وحتى أنه يستمر وما زال يستمر، ونحن كمواطنين سوريين نطلب من الجيش العربي السوري أن يستمر في تطهير تلك المناطق من رجز الإرهاب. طيب. إذا أردنا أن نراقب المشهد العام في الميدان وفي جنيف، من المعروف بأنه أي حوار أي نقاش أي محادثات أي مفاوضات مع اختلاف التسميات تبنى على معطيات ميدانية. اليوم في كل يوم يمر هذه التنظيمات الإرهابية تخسر منطقة، تخسر يعني سيطرة أو ورقة ميدانية. برأيك أين تكمن مصلحتهم إذن في التعطيل؟ إذا كان التعطيل لا يصب في مصلحتهم ميدانيا، لماذا يمارسون هذا التعطيل في جنيف؟ هل هو غباء سياسي؟ هل هو غباء مشغل؟ أم هي التفاف على ما يجري؟ لا، هو في الواقع ليس غباء المشغل بل غباء المنفذ. ليش؟ أنا ما زلت عن سؤالي الأول متذكره، بدي نرجع له، موضوع الوعر. هو في الواقع ليس غباء للمشغل بل غباء للمنفذ. المشغل أيا كان طبيعته هو لا يهتم بأمر هؤلاء. يعني في النهاية هو يريد النتيجة، يريد أن يقطف النتائج. ولا يريد خسارة هؤلاء،
هو يخسر عليهم الأموال والعتاد والدعم اللوجستي. نعم. ولكن أيهتم لأمرهم؟ أيهتم إذا قتل منهم 1000 شخص أو 500 شخص أو دمرت كل الآليات؟ لا يهتم. هو في النهاية يريد من هذه التنظيمات أن تحقق هدفا معين. نعم. أنا السؤال اللي بدي أطرحه اليوم على تلك التنظيمات الإرهابية التي ما زالت تنفذ التعليمات على الأرض، أنتم وخلال تجربتكم خلال 6 سنوات مع المشغل، مع قادة التنظيمات الإرهابية، مع رؤساء المحاكم الشرعية التي يقودونكم تحت مسمى الدين الإسلامي الحنيف، السؤال المطروح عليكم، أنتم بعد 6 سنوات من هذه التجربة المريرة، هل وجدتم أنهم يصدقون معكم؟ أنا أعلم، ومن خلال ريف الغوطة الشرقية في مدينة دمشق هم يوعدونهم منذ أكثر من 6 سنوات بأن دمشق محاصرة وسوف تسقط خلال 15 يوما، وهذا الكلام أصبح عمره 6 سنوات حتى تاريخ اليوم. صحيح. وهم يقولون شغلة 15 يوم، شغلة شهر بدها تسقط. انت لا تروح لبعيد، روح شوف تلك الألفاظ والأهازيج التي قاموا بها قبل بدء أو أثناء هذا الهجوم الإرهابي على مدينة دمشق في أحياء الغوطة الشرقية، وانظر إلى الأهازيج وإلى الكلمات وإلى الشعارات التي كانت ترفع. أليس من الغباء بمكان أن إنسانا يصدق هذه الشعارات قبل 6 سنوات وبعد 6 سنوات من تاريخ بدء الحرب علينا كشعب سوري، وهم يعلمون بأنهم أداة إجرامية بيد هذا الإرهاب؟ هنا المشكلة أستاذ إياد. نعم. اليوم المشغل لا يهتم، أنت برأيك السعودي يهتم لأمرنا؟ يهتم لمقتل هؤلاء؟ يهتم بمصالحه السعودي. هو يهتم بمصالحه. نعم. يهتم. هل حققتم أنتم غايات هذا المجتمع؟ هل حققتم غايات هذا التوجه السعودي الإرهابي أو التوجه القطري أو التوجه الأردوغاني التركي؟ هنا المشكلة اليوم. هؤلاء ما زالون يخسرون المعركة تلو المعركة وهم يظنون أو يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هاي الواقع اللي عايشينه. أنتم لن تصلوا إلى شيء، والذي يدفع الثمن أمهاتكم وآبائكم وأنتم من كيسكم، لأنكم وقود لهذه الحرب على أرض الواقع. السعودي شو عم يخسر؟ عم يخسر الكم مليون دولار اللي عم يدفع لكم ياهو، ولا عم يخسر كم قطعة السلاح اللي عم يرسلها؟ ما هو راح دفع 200 مليار دولار كاش لترامب محمد بن سلمان حتى يحقق غاية معينة ويبقى في السلطة هو وأبي؟ من بين القصة؟ واليوم عند السلطة أو عند الطغمة الحاكمة في نظام بني سعود الإرهابي يوجد اقتتال بين الأخوة على السلطة، بين الوليد بن طلال وبين محمد بن سلمان، حتى أن محمد بن سلمان لاحق الوليد بن طلال وأرسل له إذاعة بحث لدفع الضرائب المترتبة عليه إلى البنك المركزي السعودي. في مشكلة اليوم. أنتم أدوات في الداخل لا تستطيعون صنع شيء، فبما أنهم لا يخسرون شيئا على الأرض والخاسر الوعيد هو ذلك الشخص بين قوسين السوري، ولو أنه سوري لما استمر، الذي ارتضى أن يكون جزءا من هذه اللعبة الإرهابية ضد الشعب السوري، هنا المشكلة الحقيقية. نعم. طيب يعني إذا عدنا لسؤالنا الأول، في ظل جنيف وأنت لا تأمل من جنيف 5 شيء، والميدان كما تحدثنا ليس في صالحهم وكل يوم عم يخسروا مناطق جديدة. طبعا هذا رأيي الخاص، موضوع أنه لا أتأمل من جنيف رأيي الخاص، وقد قلت هذا رأيك. يعني هذه رؤيتك، وأنا هون أسأل عن رأيك في هذا الحوار. يعني نتحدث ضمن قراءتك وتحليلك لكل المعطيات. طبعا. قراءتك وتحليلك اليوم لموضوع المصالحة في الوعر، كيف ستكون على طاولة جنيف؟ شوف يا سيدي، الذي لم يفهم ماذا كانت تقوم به الدولة السورية منذ بداية هذه الحرب حتى تاريخ اليوم، في الواقع هذه الدولة استطاعت أن ترسم سياسة لمواجهة هذه الحرب. نعم.
هي قالت الضرب بيد من حديد على التنظيمات الإرهابية الموضوع على لائحة الإرهاب الدولي، وتلك التنظيمات الإرهابية غير الموضوع على لائحة الإرهاب الدولي. كانت دائما الدولة السورية تسعى لأن تضع الأدلة الحاسمة والدامغة أمام الشارع الأوروبي وأمام الشارع الدولي بأن هذه التنظيمات الإرهابية تتعاون مع تنظيم داعش وجبهة النصرة الموضوع على لائحة الإرهاب. وهذا كان هو ذلك البعد في مكافحة الإرهاب وكيف كانت تتصرف الدولة السورية على التوازي. لم تتخلى الدولة السورية عن الحوار السياسي، معلش حتى لو طولنا في هذا الشرح، لكن بعض الأحيان المواطن وأنا بنسى شو عملت هذه الدولة خلال فترة الست سنوات. ماذا قالت هذه الدولة؟ قالت هذه الدولة لم يكن يوجد لدينا قانون للأحزاب، ولا يوجد لدينا حرية في تشكيل حزب، ففتحت فأقرت مشروعا لقانون الأحزاب وأقرت وبدأ مجموعة من الأحزاب المحلية تحت إشراف الدولة السورية ووفق القانون ودستور الجمهورية العربية السورية، بدأت هذه الأحزاب تنشئ نفس على أرض الواقع. كان حلا لمن أراد أن يعارض بطريقة سياسية ولا يستخدم السلاح ولا يكون مرتهنا إلى الخارج. هذا حل. جاءت لتلك المناطق التي حملت السلاح في وجه الدولة السورية وفرقت تلك الدولة ما بين طبقتين أو شريحتين من هؤلاء المسلحين. شريحة داخلية في تلك المنطقة مشغلة لشريحة أخرى على الأرض. هذه الشريحة المشغلة على الأرض كانت لا تدري ماذا تفعل، وكانوا المشغلين إما أن يكونوا مرتبطين بدول خارجية مثل نظام بني سعود الإجرامي والنظام القطري أو النظام التركي الأردوغاني، ويوجد جزء من هؤلاء المواطنين هو في الواقع دخل في حرب الإرهاب وهو لا يعلم ما يفعل. ماذا قالت الدولة السورية؟ قالت سنصنف هاتين الطبقتين مراعاة إلى أن هؤلاء هم جزء من الشعب السوري. على الرغم من أن بعضهم قد ارتكب إجراما بحق الدولة، يعني عندك تخريب شوارع، عندك تخريب أبنية، هذا كله عبارة عن تخريب داخل الشوارع داخل المناطق. شو قالت الدولة السورية؟ قالت في عندي قانون، في عندي دستور، لكن شو اللي ما استغنيت عنه؟ قد تكون الدولة السورية استغنيت عن حقها العام في العقاب ولكنها لم تستغني عن حقها الخاص في التعاطي مع هؤلاء الإرهابيين الذين تلوثت أيديهم بالدماء. هي وبالتالي سوريا في الواقع الحل السياسي عندها ومو بس حل خارجي، حتى يكون المواطن العربي السوري منتبه للقضية. أنا ليش عطيت هاللمحة؟ صحيح في جنيف يريدوا أن يعرقلوا، صحيح في جنيف لم يقبلوا الورقة المقدمة من رئيس الوفد الدكتور بشار الجعفري إلى الوسيط ديمستورا ولم يقرأوها ورفضوا استلامها، لكن في الواقع على التوازي سوريا تعمل على المصالحات في الداخل، وهي تعلم تماما أن هذه المصالحات تخرج كل هذه البيئات التي كانت تحتضن الإرهاب في يوم ما من الأيام، تخرجها من دائرة الحسابات وتخرجها وتعيدها إلى الدستور والقوانين السائدة في الجمهورية العربية السورية. هذا اللي عم تساوي الدولة. فأنت اليوم بعض الأحيان أنا بيجي شخص مواطن بيقولي والله باين تمطول القصة. طيب ليش وقت بتشوف مصالحة على الأرض قد تحققت ليش ما بتقول قرب الحل؟ يعني أنا اللي حابب وصله الفكرة العامة اليوم في مجال التوعية بشكل عام، أول شيء بوعي حالي بعدين بوعي الباقية. أنت اليوم وقت بتلاقي مصالحة ومصدر كان يأتي إليه القذائف للأحياء الأخرى في مدينة حمص من حي الوعاء، آخرها منذ تقريبا ما يقارب 3 أسابيع قذيفة صاروخية تخرج من حي الوعر وتصطدم في أحد صفوف مدرسة 6 تشرين في منطقة المهاجرين. طيب
شو العلاقة الطفل هذا اللي عم يدرس بالمدرسة؟ ما هي كانت هالمنطقة مليئة بالإرهابيين، وكانت منطلق للقذائف الهاوية والصاروخية التي كانت تنزل على الأحياء الأخرى في مدينة حمص. معناتها عملية الوعر في الواقع هو إنجاز حقيقي على الأرض، لأن الدولة في النهاية تريد أن يأمن هذا المواطن في الأحياء الأخرى من مدينة حمص بالأمان، وأن لا تنزل قذيفة صاروخية على مدرسة ابنه، وأن لا تنزل قذيفة هاوين أو تفجر سيارة في أحد شوارعه. سنتحدث بالتفصيل عن مصالحة الوعر. ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل الإخبارية السورية في حمص أسامة ديوب. مساء الخير أسامة. مساء النور، تحية لك وتحية لمشاهدينا. حياك الله أسامة. لو تضعنا بتفاصيل الأحداث التي جرت اليوم في حي الوعر وآلية خروج المسلحين من هذا الحي، ويعني الوقت المتبقي لتتم تطبيق هذا الاتفاق. نعم إياد، ما تزال عملية خروج مسلحي حي الوعر وذلك تنفيذا لجنود المرحلة الثالثة من الاتفاق مستمرة حتى الآن، حيث وصل عدد إجمالي عدد حتى هذه اللحظة 1400 بينهم 480 مسلحا. طبعا العملية مستمرة بشكل سلس، لا يوجد هناك عقبات خلال هذه العملية منذ ساعات الصباح الباكر والتي بدأت حوالي الساعة الثالثة تقريبا. أسمعك أسامة. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسل الإخبارية السورية أسامة ديوب. أشكرك أسامة، سنحاول الاتصال بمراسلنا في وقت آخر. أعود إليك دكتور وائل. يعني كل ما تفضلت به دكتور وائل هو كلام منطقي وجميل فعلا، أنه تكون هناك منطقة محصنة مؤمنة هو أمر جيد ويعجل في عملية الحل، وربما هو أكثر عملية من أو أكثر عمليا من موضوع الحل الخارجي أو المحادثات الخارجية بما أنه على الأرض يطبق. شوف، الدولة السورية لم تستغني عن الحل الخارجي. نعم. وأكبر مثال على ذلك أن أي فرصة تعرض على الدولة السورية إن كان من جنيف 2 حتى جنيف 5 التزمت الدولة السورية بالوقت، والتزمت بالأجندة الموضوعة لها، والتزمت بالشرع الدولية والقوانين الدولية، والتزمت بقرارات مجلس الأمن الدولي، والتزمت بكل هذه الأشياء. لماذا؟ لأنها تنظر على أن هذه المركبات لهذه الحرب على سوريا هي ذات أبعاد مختلفة متنوعة، ما لها بعد واحد. بعد المصالحة أحد الأبعاد، وحتى المصالحات أستاذيات كانت مختلفة. كان في مصالحات يبقى فيها المسلحون ضمن أماكن تواجدهم، وفي مصالحات بعد أن شعروا أنهم غير قادرين على فعل شيء نتيجة الإنجازات العسكرية ارتضت تلك التنظيمات الإرهابية بالخروج من تلك المنطقة. حتى لاحظ شوف قديش المرونة متوفرة لدى الدولة السورية. حتى الدولة السورية بالمصالحة خيرتهم، قالت لهم إما أن تذهبوا إلى منطقة نتفق عليها، شي بيقول لك لجرابلس، شي بيقول لك لإدلب إلى آخره، لأنه مصر ذلك الإرهابي على الاستمرار في إرهابه وغيه. واحد الأشياء الهامة التي ذكرت بأن من هؤلاء الإرهابيين اللي خرجوا من داريا شاركوا في الحملة الإرهابية على شمال حما. طيب، معناته في عندك ناس حتى هذا التاريخ استاذيها ترفض أن يوجد حل سياسي، مع ذلك الدولة السورية وفق مرونة التي تعطيها تقول لهم تجمعوا في منطقة واحدة. لكن كمان في جزء من هؤلاء الإرهابيين وجد أن بعد مضي 6 سنوات لم يصل إلى شيء ولم يعطوه شيء، ورجع إلى ما يسمى قوانين الدولة ودستور الدولة وإلى حياته كمواطن عربي سوري. لكن التجمع في منطقة واحدة هو حل نهائي؟ يعني طبعا ماذا بعد؟ ليس حل طبعا. انت لاحظ استاذيات، في جزء من كلامي ذكرته لك قبل قليل، قلت لك في حرب سوريا ضد الارهاب شو قالت؟ قالت في عندي منظمتين ارهابيتين موضوعتان على لائحه الارهاب الدولي، داعش والنصره، خلصنا منه. شو قلت لك كمان؟ قلت لك لكن الدوله السوريه تسعى الى ان تثبت
وبالدليل المادي تواطؤ تلك التنظيمات الإرهابية مع إما مع تنظيم داعش أو مع تنظيم جبهة النصرة، حتى تضع المجتمع الدولي في الإدانة. وعندئذ عندما تقوم بمكافحة الإرهاب، عندئذ يتكون لها تغطية قانونية دولية وتغطية قانونية محلية أيضا من خلال الدستور ومن خلال القوانين السائدة في الجمهورية. أليس القانون الدولي وحتى الدستور في سوريا وكل الأعراف الدولية بالأساس أصلا تعطي الحق للدولة السورية في محاربة أي أيا كان تسميته، يحمل السلاح في وجه الدولة ويخرج عن القانون؟ القانون السوري أعطاك الحق تحمل السلاح في وجه الدولة؟ لا حردعي، القانون السوري والدستور يسمح لك بأن تعتبر كل هؤلاء إرهابيين لأنهم حملوا السلاح خارج إطار الدولة والقانون. وحتى القانون الدولي لا، القانون الدولي وضعوا له حطوا له بقى روائز جديدة، بلش يحكوا لك عن المعارضة المسلحة المعتدلة. أعطيني هذا مصطلح وليد لكن لا علاقة له بالقانون. أعطيني أعطيني منين وصلوا لهالمصطلح؟ سؤال. لكان بيطلع نصر الحريري بيجي بيقول لي والله إنه دفاع عن النفس ما جرى في جوبا، شو التفاهة؟ لك نحن بنعرف مين اللي هجم على شارع فارس الخوري، وهي المنطقة الصناعية فيها الخماسية معمل النسيج، وفيها معامل خاصة، وفيها معامل تريكو، وفيها معامل غذائيات، وفيها معمل كراش، وفيها. وكانت هذه المنطقة الصناعية منتجة، أي أنها كانت تعمل وتنتج وتبيع البضائع في داخل دمشق. شو عم تقولي دفاعا عن النفس؟ انت اليوم ارادت الولايات المتحده والدول التي هي كانت ركيزه حقيقيه وحامل حقيقي لهذا الارهاب ومعينا له، هي التي بدات تطرح هذه المصطلحات. وعمليه تمييع المصطلحات كانت جزء لا يتجزأ من الحرب على سوريا، لانه انت لا تثبت انها متواطئه. كم مره جبهه النصره وبعض التنظيمات التابعة لها غيرت أسماء؟ أليس في هذا الأمر جزء لا يتجزأ من الحرب على الشعب السوري؟ حتى لا تستطيع الدولة السورية أن تثبت أنهم إرهابيين وارتباطهم بجبهة النصرة. هلأ الزميلة رنا من خلال قالت استطعنا الحصول على أحد التصريحات لأحد أعضاء الوفد الرياض بأنه اعترف أنه 10% هم جبهة نصرة. أنت اليوم هيك صارت القصة. هاي التشكيلة المعقدة لتلك التنظيمات الإرهابية وتعدد أسمائها وتعدد الممولين لها هو الذي يعقد الأمر على الأرض. المشكلة ليست واضحة وفق الرؤية الأمريكية، وكل من يريد أن يسعى ويساهم وفي استمرار هذه الحرب على الشعب السوري هو الذي يلعب هذه اللعبة تحت مظلة إما مصطلح إما قانون دولي أو أي شيء آخر. طيب إذا يعني طالما تطرقنا إلى حديث المصطلحات، من أخطر المصطلحات ربما الذي يتم تداوله في الإعلام الغربي هو مصطلح الجهاد أو الجهاديون كما يطلقون على تنظيم داعش. كيف اليوم نفسر هذا المصطلح أو تسريب هذا المصطلح في المجتمعات الغربية على أنه الإرهابي في تنظيم داعش هو جهادي، هكذا يطلق عليه في وسائل الإعلام وتحديدا الفرنسية، وهذا نبه له الدكتور الجعفري كثيرا. أين تكمن فعلا خطورة هذا الموضوع دكتور وائل؟ أنت اليوم شوف، خلينا نكون واضحين. لا جبهة النصرة الإخوانية تريد أن تحمي صورة الإسلام كما يدعي، ولا أيضا تنظيم داعش الإرهابي هدفه عدم تشويه صورة الإسلام. واستخدامه لهذه الألفاظ لفظ بالفرنسية جهاديست. سأعتذر منك عفوا دكتور، لكن ربما انتهت الآن الجلسة بين وفد الجمهورية العربية السورية وسيد رمزي. ننتقل مباشرة إلى جنيف ومفادة الإخبارية السورية رنا إسماعيل لتطلعنا على كل ما هو جديد. رنا، لو تضعين بما هو جديد لديك الآن.
نعم إياد، تفضل. تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. انتهت للتو جلسة طبعا أو الاجتماع الذي جمع وفد الجمهورية العربية السورية مع رمزي عز الدين رمزي نائب ديمستورا، الذي طبعا لا مؤتمر صحفي حقيقة إياد بعد هذه الجلسة، ولكن ما تم تسريبه من معلومات حول ما تضمنته هذه الجلسة اليوم وهذا اللقاء اليوم. تقول المعلومات بأنه تمت مناقشة ورقة الدستور بين وفد الجمهورية العربية السورية ورمزي عز الدين رمزي. ورقة أو سلة الدستور هي سلة ثانية من سلات أربع هي أجندة عمل هذه الجولة من جنيف: الإرهاب، الدستور، الانتخابات والحكم. بالجلسة الأولى وفد الجمهورية العربية السورية مع ديمستورا تطرق لسلة الإرهاب التي هي أولوية حقيقة. ديمستورا بمؤتمر الصحفي قال أنه ناقشنا في الجلسة الأولى مع كل وفد السلة التي هي أولوية بالنسبة له، وستتم لاحقا مناقشة كل السلات بالتوازي. على ما يبدو اليوم كان هناك نقاش لسلة أخرى غير الإرهاب، هي سلة الدستور، تمت مناقشتها بين وفد الجمهورية العربية السورية ورمزي عز الدين رمزي نائب ديمستورا إياد. حقيقة وفد الجمهورية العربية السورية قدم ورقة لرمزي عز الدين رمزي حول هذا الموضوع. طبعا هذه الورقة بانتظار أن يقدمها أو يسلمها رمزي عز الدين رمزي لديمستورا. هذه الورقة فيها مبادئ أساسية للبدء بشكل صحيح في أي حوار حول العملية الدستورية. إذن وفد الجمهورية العربية السورية أثناء مناقشته سلة الدستور قدم ورقة لرمزي عز الدين رمزي تحوي بنود أساسية لمناقشة صحيحة للعملية الدستورية والبدء بشكل صحيح في مناقشة هذه العملية، بانتظار أن يقدمها رمزي عز الدين رمزي لديمستورا الذي سيعود غدا إلى جنيف من عمان بعد حضوره القمة العربية ومشاركته في القمة العربية بعد دعوة وجهت إليه إياد، وطبعا وإطلاع بعض وزراء خارجية الدول العربية حول ما يجري في سوريا، علهم حسب وجهة نظره يدفعون إلى أو بخطوات إيجابية لإنجاح هذه الجولة من جنيف. إذن حتى هذه اللحظة المهم هو ورقة الدستور ومناقشتها، وورقة من قبل وفد الجمهورية العربية السورية تحوي بنودا لمناقشة صحيحة وفعالة لهذه السلة. نعم، شكرا رنا اسماعيل مفدة الإخبارية السورية إلى جنيف على كل هذه المعلومات. إذا انتهت الجلسة الأولى لهذا اليوم الرابع في محادثات جنيف 5، وكما تحدثت مفدة الإخبارية السورية بأن هذه الجلسة كانت مع رمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الأممي إلى سوريا وتناولت سلة الدستور. نبدأ من هنا، من تناول سلة الدستور، هذا يعني أنه في المقابل يعني في تمام الساعة الرابعة عندما سيكون هناك اجتماع مع وفد معارضة الرياض أو وفد المعارضة القادم من الرياض سيتم طرح سلة جديدة. هذه السلة ربما تكون سلة مكافحة الإرهاب. للآن هذا الوفد يرفض حتى أن يسلم ورقة عن مكافحة الإرهاب. أليس هذا أيضا خرق جديد برأيك أن يتم الحديث عن السلل بشكل متوازي؟ هنا في مرونة من قبل وفد الجمهورية العربية السورية، بينما الوفد الآخر يعني هناك خاصة بما يتعلق بالإرهاب حساسية عالية. هلا مو مسألة الدستور. نعم. أنا برأيي حتى سلة الدستور لها علاقة ولها صلة أيضا بما يسمى الحكم الانتقالي. نعم. يعني شوف 22-54 تكلم عن هيئة حكم انتقالي، ولكن لم يتكلم عن آليات الوصول إلى تلك الهيئة أو إلى الحكومة الانتقالية التي تجمع ما بين الحكومة السورية الحالية وما بين المعارضة. نعم. لكن أنا برأيي الدستور هو أهم خطوة في الوصول إلى ما يسمى الحكومة الانتقالية المشتركة ما بين الحكومة الحالية التي هي موجودة حاليا وما بين المعارضة، لأنه هو الدستور في الواقع هو الآلية الوحيدة التي تضمن لك محددات التغيير في المجتمع. نعم. يعني أنا اليوم بجي بقول بدي غير على كيفي، ما فيني غير على كيفي. افترضني أنا أدرس مادة من المواد في الجامعة. نعم. وقبلي كان يدرسها دكتور آخر. نعم. وهي ذات عنوان، افترض مثلا القانون الدولي على سبيل المثال، لا أستطيع أن أنسف المادة التي كان يدرسها
الدكتور السابق كليا وآتي بمواد علمية جديدة مختلفة كليا عما كان يدرسه. فأنت بحاجة لآلية انتقالية، من الذي يضمن لك هذا التغيير في المجتمع؟ الذي يضمن لك آلية التغيير ويؤثر في المجتمع هو الدستور بالدرجة الأولى. هي النقطة الثانية يا سيدي الكريم، ليش الدستور مهم جدا؟ أنت اليوم بعض المعارضات الخارجية ما زالت تلقي محاضرات في تل أبيب وفي جامعات الكيان الصهيوني، وهي تحت مظلة حرية الرأي والتعبير عن الرأي والرأي الآخر، وتصدر مواقف كثير إيجابية تجاه الكيان الصهيوني. مو بس هيك، وتصدر وعودة. نعم. طيب السؤال المطروح اليوم، إذا كنتم يا معارضة تؤمنون بالديمقراطية، أليس من حق الشعب السوري أن يبدي رأيه بما تقومون به في الكيان الصهيوني؟ يعني أنا هلا أنا وأنت اليوم، قد يكون أنا افترضني جدلا أنه أنا رأيي موافق أنه أعمل علاقات ونسق علاقات مع الكيان الصهيوني، وأنت حسب رأيك أنه لا ما بيصير، حتى ما أتهمك. نعم. أنت ما بصير تعملك. طيب هل كافي رأيي ورأيك حتى أجبر الجميع أنه لا هو رأيه الغلط، أنا رأيي الغلط وأنت رأيك الصح؟ شو الحكم بيني وبينك؟ الحكم أنه هذا الرأي أنا وأنت فقط. أما إذا كنت أنا وأنت نؤمن بالديمقراطية، نطرح على المجتمع السوري هذه الرؤية. رؤيتي أنا مثلا أنه أنا بدي لا أدخل بحوار مع الكيان الصهيوني، وحول العلاقات مثل كل الدول العربية ما شاء الله فايتي عم تعمل علاقات من تحت الطاولة ومن فوق الطاولة مع الكيان الصهيوني وتنسق معه. نعم. بنطرح هذا الموضوع على كامل الشعب، والشعب بقى بقرر، إما أن يقرر رأيك ويكون ويصطف معك وفق أغلبية، أو أن الشعب يقبل رأيي ويقوم بعملية الاصطفاف وفق رأيي. يعني تتحدث ما زلنا اليوم مختلفين. نعم. مع هذه المعارضة حول ما يسمى الميثاق الوطني، أي ورقة المبادئ والأسس التي تبني من خلالها الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية. والسيد الرئيس مع كل وكالات الأنباء كانوا يتوجهون إليه في هذا السؤال، وكانوا يقولون له حتى الدستور بتغيروه، قال لهم حتى الدستور ليس لدينا أي مشكلة ما دام قادرين على الحوار والنقاش به. فلذلك أنا أجد أن بند الدستور أو سلة الدستور مثل ما سموها هي لها الأولوية الحقيقية، لأنها في الواقع تعكس حقيقة ميول والاتجاه العام للشارع السوري داخل المجتمع. طيب. السوري. دكتور وائل، يعني كأنك تتحدث عن استفتاء شعبي بنهاية المطاف. طبعاً طبعاً. هل أي تغيير؟ نعم. أي مبادئ ميثاق وطني أو أي دستور جديد بده استفتاء طبعاً. هل تعتقد أو هل تتوقع حسب رأيك وقراءتك إنه هذا الـ يعني هذا الميثاق والنقاط ومبادئ هذا الميثاق وشرط الاستفتاء، استفتاء الشعب السوري على أي دستور ممكن أن يتم النقاش فيه، برأيك هل هو ما يطرح الآن في ورقة وفد الجمهورية العربية السورية؟ طبعا. من الممكن أن يكون؟ طبعا، لأنه الدستور استاذ هي نعم هو الوثيقة القانونية الأولى في أي دولة بالعالم. نعم. يعني أنت حتى درجة القوة القانونية لدولة وتشريعاتها هو مدى اتساق هذه القوانين مع نص الدستور المتبنى فيها. ليش؟ لأن الدستور فيه أفكار عامة وفيه صياغ واسعة وتندرج تحت كافة القوانين في تلك الدولة إن كان سوريا. فأنا برأيي الدستور هو من أهم السلال المطروحة، لأنها هي الضامن الحقيقي لأي عملية تغيير سياسي في سوريا قادم. طيب. لك إذا نظرنا إلى هذه السلة المهمة، يعني أنت تخيل أعمل تغيير سياسي بدون مالي مغطى دستوريا، عندئذ أكون في حالة فراغ دستوري، ما فيني أعمل هيك. إن أنا اليوم إذا كنت أنا إنسان سوري ويوجد لدي ذرة غيرة، ذرة من الغيرة، مو غيور كامل، ذرة من الغيرة، فيجب أن لا أسعى لأن يوجد فراغ دستوري في الجمهورية العربية السورية. بمعنى آخر، يجب أن يكون الدستور واضح
ويتم الاستفتاء عليه بعد أن يتم الاتفاق على المبادئ العامة لهذا الدستور المستخدمة في دستور الجمهورية العربية السورية القادم. طبعا. طيب إذا نظرنا إلى هذه السرائات تعتقد أنها تكمل بعضها بعضا؟ طبعاً. يعني حتى موضوع الدستور لما نجي نعمل استفتاء على الدستور ونحط مبادئ، كيف يمكن الوصول إلى هذه السلة وإحنا عندنا إرهاب على الأرض؟ تمام. هلا أنت اليوم شوف بدك تميز أستاذ إياد بين بعدين. برجع بذكرك مرة تانية، الإرهاب لم تستغني الدولة السورية عن محاربته ومكافحته على الأرض، على العكس تماما. في كل اجتماع من اجتماعات الأستانة كان يدخل وفد الجمهورية العربية السورية وفي يديه الأدلة القاطعة والجازمة إلى تورط هؤلاء الإرهابيين في الإرهاب. هذا واقع، هذا واقع اليوم عم نعيشه، وهذا شيء مارسوه في الأستانة. لكن على التوازي، الدستور هو حالة فكرية قانونية، حالة إما أن يتقبلها عامة السوريين أو لا يتقبلها. ليش عم بقول لك الدستور هو حالة حقيقية؟ نعم. يعني اليوم السوري إذا سألته هل تؤمن بالتعددية السياسية بيقول لك نعم. طيب الدولة السورية موافقة على التعددية السياسية؟ طبعاً. لأنه عملت قانون انتخابات ورخصت لمجموعة من الأحزاب على الأرض وبدأوا يمارسون عملهم السياسي بشكل عادي. طيب لو جيت قلت لك إعادة التنسيق مع الكيان الصهيوني والتواصل معه والدخول في صلح، أنا متأكد أغلب الشعب السوري سوف يرفض، لأن على الأقل أهالينا اللي أراضيهم محتلة بالجولان والذين تأذوا من الحروب السابقة مع الكيان الصهيوني لن يقبلوا بهذا الشرط بشكل أو بآخر. طيب خضع هذه المبادئ العامة لاستفتاء شعبي وانظر كيف يتجه المجتمع السوري في الداخل السوري، هذا هو المطلوب. نعم. طيب ابقى معنا دكتور وائل، نرحب بالدكتور عبدو اللقيس أستاذ العلاقات الدولية معنا عبر الهاتف من بيروت. مساء الخير دكتور عبدو. مساء الخيرات لكم ولضيوفكم والمشاهدين الكرام. حياك الله دكتور عبدو. ها هو اليوم الرابع من محادثات جنيف، اليوم أو منذ قليل تقريبا انتهى الاجتماع الأول في اليوم الرابع من محادثات جنيف. تم البحث حسب ما وافتنا به موفدة الإخبارية السورية بسلة الدستور بهذا الاجتماع، وتم تقديم ورقة من وفد الجمهورية العربية السورية. هذه الورقة تتحدث عن أساسيات أو مبادئ حتى يتم البحث بهذه السلة بشكل صحيح والنقاش بشكل أفضل. برأيك ما الذي يمكن أن يطرحه فعلا وفد الجمهورية العربية السورية على المبعوث الدولي بخصوص ما يتعلق بالدستور؟ وهل البحث بالسلة الثانية يعني أننا تقدمنا أصلا بالسلة الأولى؟ أولا تحية لكم لكل المتابعين الكرام. طبعا يعني فيما يتعلق بهذه المفاوضات الجارية حاليا والتي سبقت والتي ممكن ما يليها لاحقا، يعني المسألة الآن سوف تبقى في إطار الشكليات. كل الطروحات التي تتقدم بها وفود الجمهورية العربية السورية المحترمة لن تلقى أذانا صاغية من الأطراف الأخرى، لأنهم يتمثلون ويمثلون لجهات إرهابية ولدول إرهابية. الآخرون يحاولون تقطيع الوقت لعلهم يحققون بعض المكاسب الميدانية التي من خلالها يتمكنون من فرض وقائع سياسية معينة، بينما وفد الجمهورية العربية السورية يطرح الأمور بجدية ويفضح أولئك المجرمون من خلال ما يرفضونه من كل الطروحات العقلانية التي يتم طرحها عليهم، لأنهم ذاهبون إلى تلك المفاوضات وأيديهم خالية من أي مكاسب يمكن أن يحاولون من خلالها التحكم بمسار هذه الحركة التفاوضية. لذلك لا أرى أفقا حقيقيا لهذه المفاوضات طالما الأمور تسير نحو الهزائم المتلاحقة للإرهابيين، وما الأحداث التي مرت بها منطقة دمشق مؤخرا إلا خير دليل على هذه
الحالة التي يمر بها الإرهاب ومشغليه في المنطقة. أما الكلام عن السلة الأولى والسلة الثانية فهذا يبقى في إطار الشكليات، لن يكون هناك اتفاق لا على سلة أولى حاليا ولا على سلة ثانية، لأن هؤلاء لا يمثلون شيئا على الساحة الشعبية في سوريا. هؤلاء هم مجرمون وقتلة قد تلبسوا لباس الـ كما يقال الأبوكاتو في العربي الدارج المتأمرك يعني بشكل آخر. هم تلبسوا لباسا جديدا لكن أيديهم تقطر دماء من دماء الشعب السوري، لذلك لن يكون هناك أي تقدم حقيقي حتى تجري المفاوضات مع ممثلين حقيقيين لما يسمى معارضة داخلية التي لم تتلطخ أيديها بدماء الشعب السوري. حينها سيكون التفاوض مع الشعب السوري بشكل مباشر أو غير مباشر عبر هذه النخب الجديدة، وبعد أن يكون قد تم القضاء على الإرهاب بكل فصائله وكل مسمياته. التي لا يمكن أن يقبل أي فصيل يحمل هذا السلاح أو ذاك ويقتل الشعب السوري ويمكن أن يطلق عليه اسم معارضة معتدلة وغير معتدلة. يعني هذه التسميات الظالمة والتي يراد من خلالها خداع الشعب السوري، كيف يمكن لمن قام بهذه العمليات الأخيرة الإرهابية في محيط دمشق أن يسمى معارضة معتدلة وقصفوا المناطق الآهلة بالسكان؟ أي معارضة معتدلة تزعم هذا الزعم بأنها تمثل الشعب السوري وتقصف الشعب السوري بكل فئاته بكل طوائفه من خلال قصف الأحياء والأسواق والمساجد وإلى ما هنالك. فبالتالي هذه المفاوضات هي فقط لتقطيع الوقت. طيب دكتور عبدو، يعني تضيع الوقت هذا لمصلحة من اليوم؟ إذا أردنا أن نقيس الميدان فالجيش يحقق إنجازات متتالية في الميدان، وإذا أردنا أن نقيس حتى الوضع الدولي وأنت أستاذ العلاقات الدولية، اليوم هناك تحول كبير في بنية النظام الدولي، تحول كبير في العلاقات الدولية خاصة بعد صعود روسيا بشكل واضح، صعود الصين اقتصاديا بشكل واضح. لماذا التلاعب بالوقت في ظل الظروف التي لا تخدمهم أصلا؟ يعني هم يراهنون هؤلاء الإرهابيين ومشغليهم وأقصد بهم الحركة الوهابية تحديدا. يعني هذه الأفعى السامة التي ما زالت تنفس السم، ومعلوم لدى الجميع أن الأفعى لو قطع رأسها يستطيع ولفترة ساعات طويلة أن يبقى ويتمكن من اللسع مجددا. هذه الأفعى السامة الوهابية لن تسلم الأمور بطريقة بسيطة، ستبقى تقاتل بالمجاميع الإرهابية إلى آخر نفس. هم يعلمون جيدا أن الوقت لن يخدمهم، لكن هم يحاولون إطالة أمد الأزمة بالقدر الذي يتمكنون به إلى ما شاء الله، لأن بذلك هو وجودهم واستمرارهم. إذا ما تم التسليم للأمر الواقع فإن وجودهم ويعني تهديدا وجوديا لإسرائيل، لأن هذا التوأم وأعني به الحركة الاستعمارية التي تستعمر أرض الحجاز منذ مطلع القرن التاسع عشر والتي هي تعتبر الشقيقة التوأم للحركة الصهيونية، وأنا أرفض استخدام كلمة سعودية لأن هذا يعتبر مسخ لكل الحقائق التاريخية والجغرافية والثقافية لأهل تلك المنطقة. هذه الحركة لا يمكن لها أن تستسلم ببساطة وتدعم مباشرة من الكيان الصهيوني، لأن أحدهما يحمي ظهر الآخر، وحينما يكسر أحد الأطراف فيعني الطرف الآخر قد كسر بشكل مباشر وليس غير مباشر. فبالتالي هم يراهنون على بعض المكتسبات التي يمكن أن يحققونها في الأمد المنظور أو المتوسط، وهذا لن يتم لأن وعي الشعب والجيش العربي السوري ويقظته وحلفائه لن تسمح لهم بتمرير أي من هذه المشاريع الإرهابية حتى يتمكنوا من فرضها على ساحة المفاوضات. المسألة مسألة عملية انتحارية. نحن نرى أن الكيان الصهيوني يقوم ويعربد ويهدد في كثير يوميا، لكنه لن يجرؤ ولم يجرؤ أن يكون بأن يقوم بشكل مباشر بأي عمل عدواني يجر المنطقة والعالم إلى ما لا تحمد عقباه. فبالتالي ما زال الرهان على هذه المجاميع الإرهابية، علها في لحظة من اللحظات هم يراهنون على هذا أن يحققوا بعض الشيء، ولكن كل يوم
الهزائم تتوالى عليهم بإذن الله. أشكرك كل الشكر الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا لك. أعود إليك دكتور وائل. دكتور وائل، ما الفائدة اليوم وما الغاية من توجه دمستورة إلى عمان كما أعلن أثناء انعقاد جنيف، أنه يعني أذهب إلى هناك للقاء بعض من يؤثر في الأزمة السورية، وهنا يتحدث عن بعض القادة العرب، ما الفائدة من ذهابه إلى عمان، وهل ستساهم في دفع عملية المحادثات في جنيف هذه الزيارة أم لا؟ لا، منهم من قال كما ذكرت يعني هو في الواقع سوف يذهب إلى المشغل، نظام بني سعود الإجرامي الإرهابي، نظام القطري الإرهابي الإجرامي، وكل الأنظمة التي تمت بصلة إليهم، الإمارات وشوية الكويت وبعض الدول التي تتأثر بقرار دول الخليج التي صادرت قرار الجامعة العربية منذ أن رفعت القرار من عربي من الجامعة. نعم. إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمم المتحدة، وهو ما حدث عندما كانت قطر قد استلمت رئاسة الجامعة العربية، واضحة هيك ساويت ودولت القضية السورية. نعم. أنا ذاك وأصبحت ذات طابع دولي. طيب اليوم في تفسيرين عندي. نعم. ليست معلومات، تفسير. التفسير الأول أنا برأيي شعر أو بدأ يشعر ديمستورا بأنه لم ينجز شيء وخسر عدة أشياء كان من الممكن أن نصل من خلالها إلى محادثات وإلى تسوية وفق رؤية السورية. شو يعني الرؤية السورية؟ برجع بقول، وقت أنا بقول تسوية خارجية هي أحد الحوامل لإيجاد حل سياسي. نعم. مثل اللي ذكرتم، يعني أنا اليوم الذهاب لأستاني والذهاب لجنيف 2 حتى 5 هي أحد الحلول وليست كل الحلول. أنا على الأرض عندي حلول أخرى عم بشتغل عليها. طيب فهو فشل، ومنهم من يقول أنه من المعارضة نفسها بأننا تقاربنا مع وفد الجمهورية العربية السورية، لكن تدخل بعض القوى الإقليمية وبعض الدول العربية وبعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية جعلت الوصول إلى حل مستحيل. نعم. فاعتبر أنه فشل في لعب دورة الوساطة، دور الوساطة. نعم. اثنين، في تسريبات بأنه كاغ ممكن أن تستلم بدلا عن ديمستورا كوسيطة للأمين العام للأمم المتحدة. نعم. كمان هذا الأمر وارد جدا وبدأ ينتشر بالإعلام، وعندما سئل من قبل يمكن يا الميادين ويا مراسلة الفضائية السورية. نعم. قال له بشكل واضح ديمستورا عندما يأتي أمين عام جديد للأمم المتحدة فإنه يغير كل الطاقم الذي يعمل معه، وهذا. نعم. عرف موجود. فمن هذين البعدين أنا أستنتج أن ديمستورا. نعم. ذهب إلى هناك حتى يكسب دعم نظام بني سعود الإجرامي والقطري وبعض الدول حتى يبقى وسيطا لهذه، وهذا ما يعقد المشهد. تمام. أكثر ما هو هذا معقد. هذا واحد. نعم. أما أنه يوجد حل فمن الاستحالة بمكان، وأكبر دليل على ذلك أن نظام بني سعود المجرم والنظام القطري الإرهابي جندوا وحفزوا وأرسلوا المال والدعم اللوجستي لكل التنظيمات الإرهابية في الداخل السوري حتى تقوم بأعمال الإجرامية في شمال حما وشرقها وفي شرق مدينة دمشق وشمالها، وإطلاق قذائف صاروخية على مدينة اللاذقية، وبالتالي بالعكس تماما. نعم. هم من الذين شجعوا على القيام بهذه الأعمال الإرهابية. فأنا كثير أستبعد أن ذهاب ديمستورا إلى القمة العربية بين قوسين أن هدفه إيجاد حلول أو التأثير. نعم. على مسار جنيف 5 على أرض الواقع. نعم. أشكرك كل الشكر الدكتور وائل الإمام الأستاذ في جامعة دمشق، كما أشكركم أنتم مشاهدينا. التغطية انتهت، إلى اللقاء.